السلام عليكم. النهاردة إن شاء الله هناخد الجزء الثاني من الـ Data Representation. المرة اللي فاتت ابتدينا نتكلم عن الـ Binary Number System، وقلنا إن كل الـ Data أو الـ Information في الكمبيوتر بتبقى Represented in Binary Number System. في الـ Binary Numbers all the data presented as ones and zeros. وتعلمنا المرة اللي فاتت How to Represent Numbers using Binary Number System، وعملنا Simple Operation على الـ Binary Numbers زي مثلاً الـ Addition. النهاردة إن شاء الله هنبتدي نتكلم على حاجة تانية اللي هي How to represent negative numbers in a computer. إزاي أنا ممكن أمثل الـ negative numbers. الحقيقة إن في 3 different methods ممكن أعمل بيها negative number representation. الطريقة الأولانية بنسميها sign and magnitude. الطريقة التانية بنسميها R's complement. الطريقة الثالثة بنسميها R-1 complement. هنشوف مع بعض ايه الفرق بين كل طريقة والتانية. نفتكر بس مع بعض زي ما قلنا المرة اللي فاتت ان انا كنت بتكلم في اي number او في اي numbering system ان كل number system بيكون له base. ال base of the number system هي اللي بتحدد لي ايه هي ال numbers represented in this number system. نفتكر مع بعض لو قلنا ان انا عندي اي بيز r يبقى النمبرز اللي موجوده فيه من 0 الى r-1. اخذنا مثلا في بالنسبه للديسيمال نمبر لما اخذنا بيز 10 كان النمبرز ريبريزنتد من 0 ل 9. لما اخذنا الباينري كان بيز 2 كان النمبرز ريبريزنتد 0 و1. لما اخذنا الهكساديسيمال كان بيز 16 كانت النمبرز ريبريزنتد من 0 لغايه 15 زي ما فاكرين الكلام ده اللي خدناه المره اللي فاتت. فانا هقول دلوقتي لو عندي اي بيز اي نمبر سيستم اوف اني بيز ار وعايزه امثل النيجاتيف نمبرز فيه اعمل ايه؟ يا اما هستخدم حاجه اسمها ساين وماجنتيود، يعني هزود 1 ساين بت لكل رقم بتقول لي الرقم ده هو بوزيتيف ولا نيجاتيف. الطريقه الثانيه اللي هي بسميها الارس كومبلمنت، اجيب حاجه اسمها الارس كومبلمنت، يعني مثلا لو انا بتكلم في بيز 10 هجيب ال 10th كومبلمنت، لو بتكلم في الباينري هجيب ال 2th كومبلمنت، والار دي بتمثل لي البيز اوف ذا نمبر سيستم. الطريقه الثالثه بنسميها ار ماينس 1 كومبلمنت، يعني لو هتكلم في الديسيمال بيز 10 يبقى هتكلم على ايه؟ ال 9th كومبلمنت. لو انا هتكلم في الباينري يبقى هتكلم على الوانز كومبلمنت وهكذا، وهناخد كل طريقه من دول بالتفصيل ان شاء الله. اول طريقه هنتكلم فيها to represent negative numbers في الكمبيوتر ازاي استخدم signed and magnitude. يعني ايه sign؟ يعني اللي هي sign digit هتقول لي هي positive ولا negative، والماجنتيود هي قيمه الرقم نفسه. هقول ان انا دايما بالنسبة للباينري نمبر سيستم هزود 1 بت، ال 1 بت ده هي اللي بتحدد لي الساين. لو كانت البت دي 0 تبقى البت اللي على الشمال هتقول لي ان هي بوزيتيف نمبر، لو كانت 1 يبقى ده معناها ان هو نيجاتيف نمبر، يبقى 0 فور بوزيتيف 1 فور نيجاتيف. باقي البيتس ذا ريميننج بيتس بتمثل لي الماجنتيود اوف ذا نمبر. تعالوا ناخد example مثلا لو انا عندي some decimal values وعايزه امثلها مره لو كانت positive ومره لو كانت negative. مثلا number one، فاكرين مع بعض ازاي انا كنت بكتب الرقم اللي بالديسيمال اكتبه بالباينري. فاكرين ال weights بتاعت ال bits في حاله ال binary number system من اليمين 2 power 0 2 power 1 2 power 2 2 power 3 اللي هي عباره عن a 1 2 4 8 وهكذا. فلو عايزه امثل رقم 1 في 3 بيتس هفترض ان انا هاخد الماجنتيود في 3 بيتس و 1 بيت للساين، يبقى البيت اللي على الشمال هتمثل لي الساين. لو انا عايز اقول بوزيتيف 1 يبقى البيت اللي على الشمال هتبقى 0، همثل الرقم 1 في 3 بيتس هتبقى من اليمين 1 0 0، يبقى اول خانه عندنا هنا 1 0 0 بتمثل لي الماجنتيود، وال 0 اللي على الشمال اللي هي بالريد اللون الاحمر دي بتمثل لي الساين. لو عايز امثل ديسيمال فاليو 3 هكتب الأول رقم 3 في 3 بيتس، هتتكتب ازاي؟ 1 1 0 من اليمين، وهزود الساين بيت هتبقى بزيرو لأنها معناها إن هو بوزيتيف نمبر. عايز أمثل رقم 4 هتتكتب ازاي بالباينري في 3 بيتس؟ 0 0 1، وهمثل الديجيت الأخيرة أو البيتس الأخيرة دي هتمثل لي الساين بيت.
الفايف همثلها في 3 بيتس 101، وهزود الزيرو اللي على الشمال دي بتمثل لي ان هو بوزيتيف 5. طب تعالوا ناخد نفس الارقام دي لو انا عايزه امثلها بالنيجاتيف. لو انا همثل كساين وماجنتيود يبقى النيجاتيف بيت بتبقى البيت اللي على الشمال قيمتها ب1، معناها ان النمبر ده نيجاتيف. يبقى لو انا هقول له عايز امثل نيجاتيف 1 هحط الساين بيت ب1 واكتب الماجنتيود هتفضل 100 زي ما هي. يبقى كان الرقم 1 لو كان بالنيجاتيف، نيجاتيف 1 هتتكتب من اليمين للشمال 1001. ال1 اللي على الشمال دي بتمثل لي الساين بيت. ناخد رقم زي مثلا 3، 3 عايزه امثله بالنيجاتيف بطريقه الساين اند ماجنتيود. الماجنتيود بتاع رقم 3 هكتبها في 3 بيت 110 من اليمين، بينما الساين بيت هتكون 1. رقم 4 هكتب الماجنتيود بتاعته زي ما هي 001 من اليمين، وهزود الساين بيت ب1 في الاخر. 5 هكتب الماجنتيود زي ما هي 101 لان ده بيمثل لي الماجنتيود اوف ذا نمبر، بينما الساين بيت 1. يبقى دلوقتي اول طريقه تو ريبريزنت النيجاتيف نمبرز ان انا اخلي البيت اللي على الشمال بتمثل لي الساين بيت. الساين بيت دي ليها تو فاليوز، 0 لو الرقم ده بوزيتيف و1 لو كان الرقم ده نيجاتيف. وباقي الديجيتس كلها، باقي البيتس كلها هتمثل لي ايه؟ هتمثل لي الماجنتيود اوف ذا نمبر. الطريقه الثانيه بدل ما اخد الساين والماجنتيود، لا ده انا هجيب ايه، اشوف البيز بتاع الرقم واجيب الارث كومبلمنت. فمثلا لو انا بشتغل ديسيمال يبقى هجيب التنس كومبلمنت، لو انا بشتغل باينري يبقى هجيب التوث كومبلمنت. تعالوا نقول ان انا ان جنرال لو انا عندي بيز ار، هشوف الرقم بتاعي ان مثلا جيفن ا نمبر كابيتال ان، والبيز بتاع النمبر سيستم كان ار، افترض ان عدد الديجيت كانت small n. الارث كومبلمنت اجيبه ازاي؟ الارث كومبلمنت اوف ذا نمبر كابيتال n is defined by r to the power n small n minus الرقم بتاعي. يعني هاخد ايه؟ البيز to the power small n where small n is the number of digits minus النمبر بتاعي اللي انا عايز اجيب له الارث كومبلمنت. بينما لو عايز احسب ال r minus 1 complement of n همثله ازاي؟ هو البيز to the power small n r to the power small n minus 1 minus الرقم بتاعي اللي هو capital N. مثلا لو انا عندي الرقم فيه 4 digits، 4 digits يبقى small n بكام؟ ب 4. وعايز احسب ال 10th complement لرقم اسمه 7، يبقى كأن انا هاخد ايه؟ احسب ازاي ال 10th complement؟ هجيب الأول أشوف البيز بتاع الرقم هي كام؟ 10. البيز بتاع الرقم 10 وعدد ديجيتس 4، يبقى 10 to the power 4 ماينس الرقم اللي أنا عايز أجيب له الـ 10th complement اللي هو كام؟ 7. هيطلع لي الـ 10th complement of 7 هو 9993. طيب بقول لك هات لي الـ 10th complement of 25. هنا الرقم نفسه كابيتال N هو 25. البيز بتاع النمبر هو ايه؟ n. البيز بتاع الرقم هو 10، عدد الديجيتس 4، يبقى هجيب كام؟ r to the power small n يبقى 10 to the power 4 minus الرقم بتاعي اللي هو 25، هتطلع 9975. عايز اجيب ال 10th complement لرقم 425، اجيبه ازاي؟ هاخد 10 to the power 4، 10 to the power 4، ليه خدتها to the power 4؟ عشان عدد الديجيتس بتاع الرقم كانت 4. 10 to the power 4 minus الرقم بتاعي اللي هو 425، هتطلع كام؟ 9575. طب تعالوا نبص كده، أول رقم مثلا لما أنا قلت لك هات لي 10th complement of 7، كنت بتعمل إيه؟ كنت بتاخد 10 to the power 4 minus 7. تعالوا نقول ان 10 to the power 4 هي عبارة عن 1 plus 9999 minus 7، مش كده؟ مظبوط؟ طيب تعالوا نجمع، هقولها هتبقى عبارة عن 1 plus بين قوسين 9999 minus 7، هتطلع نفس الرقم اللي هي 1 plus 9992 اللي هي 9993.
طب ايه الفرق بين الطريقه دي والطريقه التانيه؟ لو انا اخدت بص كده للجزء ده، هقول هنا 1 بلس الديفرنس ما بين 4 ناينز ماينس 7 هيديني نفس الرقم. الحقيقه ان انا الفرق ما بين الرقم وما بين الرقم بتاعي اللي هو كابيتال ان وما بين الرقم كله ناينز، كاني بشوف الرقم ده هيوصل ازاي لعدد من الديجيتس كلها 9، بنسميه 9th كومبلمنت. فكأن انا ممكن عشان احسب ال 10th كومبلمنت اجيب ال 9th كومبلمنت واعمل لها اد 1. هنشوف الكلام ده في اكزامبل تاني. طيب لما اخدت مثلا 10 to the power 4 minus 425 اللي هو كان الاكزامبل التالت، كأنها ايه 10,000 minus 425. ال 10,000 هي عبارة عن ايه 1 plus 9,999 minus 45. تعالوا نجمع كده، هقول 1 plus واخد بين قوسين ال 2 terms الاخرانيين اللي هو 4 9 minus 495 هيديني ايه في الاخر، هوصل لنفس الرقم اللي هو 9,575. طب ما هو انا كده انا عملت ايه؟ كأني عملت 1، عملت adding 1 على ال 9th complement of 425. يعني معنى كده ان انا ممكن عشان اجيب ال 10th complement اجيب ال 9th complement واعمل له ايه؟ و add 1 عليها. يبقى انا مباشرة لو اديتك اي رقم مثلا 864 وبقول لك هات له ال 10th complement، تقوم تعمل ايه؟ تجيب الاول ال 9th complement وت add 1. ال 9th complement بجيبه ازاي؟ ال 9th complement بمشي digit by digit، بشوف ايه الرقم اللي يكمل الديجيت دي ل 9. يعني ال 4 دي عشان تبقى 9 لازم ازود اكتب مكانها 5، ال 6 عشان تبقى 9 هكتب مكانها 3، ال 8 عشان تبقى 9 هكتب مكانها 1. المفروض ان انا بشتغل 4 ديجيتس، يبقى اخر ديجيت هنا لازم ازود 0 على الشمال يبقى مكانها هكتب 9. يبقى ال 9th complement of 864 هي 9135 9135. يبقى 1 plus 9th complement هتديني على طول ال 10th complement of the number. The 10th complement can be obtained by adding 1 to the 9th complement. يبقى عشان اجيب ال 10th complement بتاع اي رقم هزود 1 على ال 9th complement. ليه انا محتاجه اجيب ال 10th complement او ال 9th complement؟ لان الحقيقه ان انا عايزه اخلي في الكمبيوتر لو عايز اعمل اي subtraction، بدل ما اعمل سبتراكشن لتو ديجيت او اعمل سيرك تعمل سبتراكشن، انا ممكن اد ال 10th كومبلمنت بتاع الرقم يقوم يحسب لي الايه، بدل ما اعمل سبتراكشن احولها الى دايره اديشن باستخدام الايه النيجاتيف نمبر بتاعه. فمثلا لو عندي a ماينس b كانها بالظبط a بلس ماينس b، فكاني هريبريزنت الرقم اللي بالنيجاتيف ده امثله مثلا بال 10th complement او بال 2th complement لو كان بالباينري، واعمل اد للرقم عليه، يبقى كده كاني عملت سبتراكشن. فبدل ما يبقى عنده دايره تعمل اديشن ودايره تعمل سبتراكشن، ممكن يبقى في دايره اديشن بس، ولما اجي يعمل سبتراكشن هي اد الكومبلمنت اوف ذا نمبر او هي اد ال 10th complement او الباينري ال 2th complement اوف ذا نمبر. فمثلا لو انا عندي subtract 55 minus 33، subtract 55 minus 33 عايز اعملها representation for 4 digits، الرقم هنا على طول انا ممكن اي حد يحسبها يقول لي 22 على طول. لو انا عايز اعملها representation for 4 digits فلازم اكمل الاول الرقم ل 4 digits، هتبقى عندي 0055 minus هزود اصفار على الشمال مش مشكله هيطلع لي 22. تعالوا نستعملها بال 10th complement ونشوف هتطلع ازاي. بدل ما اقول ان انا هعمل 55 minus 33 انا هقول ان انا هعمل ايه 55 plus النيجاتيف نمبر اللي اسمه 33، والنمبر اللي اسمه 33 ده النيجاتيف بتاعه ممثل بايه بال 10th complement. يبقى انا عايز احسب الايه ال 10th complement of 33. اجيب ازاي ال 10th complement of 33؟ اجيب له 9th complement واد عليه 1. ال 9th complement اجيبه ازاي؟ كل ديجيت ازوق اخليها تكمل لل 9، يعني ال 3 عشان تكمل لل 9 تبقى 6، ال 3 اللي بعدها تبقى 6، 0 0 هيبقى 99. يبقى ال 9th complement of 33 هي 9966. لكن انا عايز اجيب ال 10th complement مش ال 9th complement، يبقى هعمل ايه؟ هاد 1 عليها، يبقى 1 plus 9966 هيطلع لي 9967. يبقى ده ايه؟ ال 10th complement of the number. يبقى عشان اعمل subtraction بدل ما subtract 55 minus 33 هعمل على طول 55 plus
الايه ال 10th complement of 33. يبقى عشان احسب ال 55 minus 33 هتبقى هي نفسها ال 55 plus ال 10th complement of 33. وال 10th complement of 33 طلعت كام؟ 9967. هتطلع ايه؟ من الشمال 10022. لكن انا بقول انا عندي 4 digits only، يبقى الوان الاخير ده هسميه ايه؟ هسميه overflow، هيبقى rejected، يبقى كان الفاينل ريزلت ويل بي 22. طبعا الطريقه دي هي الطريقه اللي بتستخدم فعلا في الكمبيوتر، ان هو عشان يقدر يعمل البرزنتيشن للنمبرز هيبتدي يمثل النيجاتيف نمبرز مثلا باستخدام ال 10th complement ويشوف الاوتبوت. لو عايز يعمل سبتراكشن هيجمع النمبر بلس ال 10th complement of the second operand هيطلع لي الاوتبوت بتاعه. يبقى كان هو دلوقتي لو عايز يجيب الديفرنس ما بين رقمين عشان يعمل subtraction هيجي الرقم الثاني بدل ما يعمل subtraction هيعمل addition للcomplement of the number. فانا هنا الcomplement represented ازاي؟ represented باستخدام 10th complement. عشان اعمل 55 minus 33 انا عملت 55 plus ال 10th complement of 33 طلعت لي الريزلت مظبوطه في الاخر. 55 minus 33 كاني بالظبط عملت ايه؟ 55 plus ال 10th complement of 33. واحد مش عايز يجيبها بالطريقه بتاعتنا عملها ازاي على طول؟ جاب ال 10th complement 10,000 minus 33 وحسبها هتطلع في الاخر برضو 10022. زي ما قلنا ال1 اللي في الاخر ده overflow، يبقى مش هستخدمه، انا هستخدم 4 digits only، يبقى هيطلع لي الفاينل ريزلت 22. يبقى كده انا عملت subtraction عن طريق الكمبيوتر ما بين 55 minus 33 عن طريق adding ال 10th complement of 33 لل 55. هتطلع الريزلت في الاخر مظبوطه اللي هي 22. ممكن ان انا استخدم ال 10th complement وممكن استخدم ال 9th complement. طب لو هستخدم ال 9th complement اعمل ايه؟ ال 9th complement can be obtained by replacing each digit by 9 minus d. هستبقى replace any digit d by 9 minus d. يبقى كأن أنا عشان أجيب ال 10th complement هجيب ال 9th complement وأد عليها 1. ال 9th complement بتيجي إزاي؟ إن أنا بكمل كل digit للتسعة. يبقى أي digit d هشوف الرقم اللي يكملها التسعة، يعني هعملها replacement ب 9 minus d، 9 minus ال digit. يبقى كده جبت ال 9th complement. هجيب ال 9th complement وأد 1 يبقى جبت ال 10th complement. جبت ال 10th complement هعمل إيه؟ هاخد الرقم الأولاني plus the 10th complement of the second number هيطلع لي نتيجة subtraction صح. تعالوا ناخد رقم تاني مثلا عشان عايز انفذ subtraction في 4 digits ما بين رقمين 777 minus 444. دي سهل. عايز اعمل الديفرنس برضو بنفس الطريقة بتاعتنا، اعمل ايه؟ استبدل الرقم التاني بال 10th complement بتاعه وبعد كده اعمل addition ما بين ال first number وال 10th complement of the second number. المفروض ان انا لو انا اللي بعمل ال subtraction هتطلع لي على طول 333. اوكي okay. احنا عايزين نشوف بقى احنا هننفذ الكلام ده ازاي جوه الكمبيوتر. اولا هو بيقول لي مثلها في 4 digits. لو هي هتتمثل في 4 digits يبقى لازم احط 0 على الشمال. خلاص ال left most digit دي بتبقى 0 لان هو الرقم ده positive عندي. انا عايز احول الرقم اللي هو 444 اجيب ال 10th complement بتاعه. بجيب ال 10th complement بتاعه ازاي؟ 10th complement بنجيبه ازاي؟ زي ما قلنا بجيب ال 9th complement واد عليه 1. يبقى هجيب ال 9th complement بتاع 444 يبقى كام؟ 555 واد عليها 1 هتبقى 556. طبعا الزيرو اللي على الشمال دي هنا دي زيرو، يبقى المكمل ليها هيكون 9. يبقى كان ال 9th complement ال 9th complement للرقم 0444 هو 9555. اد عليه 1 بقت 9556. يبقى دلوقتي هاخد الرقم بتاعي اللي هو 0777 minus 0444 اعمل ايه؟ هريبليس بدل ما اعمل subtraction مع 444 لا ده انا هعمل addition لل 10th complement of this number. ال 10th complement بتاع الرقم بتاعنا طلع 9556. هعمل الاديشن هتطلع من الشمال 10333. لكن انا عايز الاوتبوت بتاعي يكون في 4 digits،
يبقى اخر ديجيت على الشمال دي بسميها ايه؟ اوفر فلو، يبقى ماست بي ريجكتد، يبقى الريزلت بتاعتنا هتكون كام؟ 0333. يبقى الرقم بتاعنا طلع 333 فعلا مظبوط وممثل في 4 ديجيتس. طب تعالوا لو كان الرقم موجود كاكزامبل تاني بالعكس، انا هيطلع لي ايه؟ رقم هيطلع الاوتبوت نيجاتيف، نشوف هنمثله ازاي. مثلا عايزه اعمل سبتراكت 444 minus 777. المفروض ان انا لو انا اللي بعمل بايدي الكلام ده هيطلع minus 333. لا ده انا عايزه اعمل الكلام ده بالكمبيوتر. مبدئيا هحدد عدد الديجيتس. هنا هفترض ان انا عايزه 4 ديجيتس، يبقى هزود 0 على الشمال في كل رقم. يبقى 0444 minus 0777 equals minus 33. هنا كل ديجيت انا زودت لها 0 على الشمال لان هي كان الرقم نفسه بوزيتيف. The left most digit هيبقى بوزيتيف لان هو 0. يبقى الرقم بتاعنا انا دلوقتي بقول ايه؟ ان انا بدل ما اعمل سبتراكشن، لا ده انا هاد ال 10th complement of the number. اجيب ال 10th complement ليه 777 ازاي؟ الرقم بتاعنا اجيبه ازاي؟ اجيب ال 9th complement واد عليه 1. اجيب ال 9th complement ازاي؟ هكمل كل ديجيت للتسعة. يبقى كأن ال 9th complement للرقم ده هو كام؟ 9222، وأد عليه 1 هتبقى 9223. يبقى كأن أنا دلوقتي هحول عملية ال subtraction إلى addition مع ال 10th complement. يبقى الرقم بتاعي، يبقى العملية ال subtraction المطلوبة هتبقى 0444 plus ال 10th complement للرقم اللي هو 777، طلعت كام؟ 9223. على طول، ده مجرد النظر هقدر أحسبها. الريزلت طلعت 9667. الرقم ده ممثل ازاي؟ هنا بس الرقم ده المفروض ان هو بيمثل لي ايه؟ نيجاتيف نمبر، فلازم ارجع اجيب له مره ثانيه ال 10th complement. يبقى هجيب ال 10th complement of 9667، طالما اخر ديجيت طلعت 9 فهو بيمثل نيجاتيف نمبر، يبقى ده بيمثل نيجاتيف نمبر. اجيب ازاي ال 10th complement بتاعه؟ احسب ال 9th complement واد عليه 1. ال 9th complement اجيبه ازاي؟ ال 9th complement هشوف كل ديجيت تكمل لل 9 ازاي؟ من الشمال هتبقى 0332 وهاد عليها 1، يبقى الريزلت في الاخر طلعت 0333. وهحولها لساين اد ماجنتيود، طالما انا جبت لها 10th complement يبقى هرجع احط لها الاشاره الماينس، يبقى الريزلت بتاعتي في الاخر هتكون ماينس 333. يبقى الريزلت فعلا طلعت من الكمبيوتر ماينس 333. اوكي، طب نتكلم بقى في الباينري. هل انا اقدر اعمل سبتراكشن للباينري بنفس الطريقه؟ اقدر اعملها باستخدام التوث كومبلمنت. يبقى انا لو عايز اعمل سبتراكشن لتو باينري نمبرز، بدل ما اعمل سبتراكشن هاد الايه؟ التوث كومبلمنت اوف ذا سكند نمبر. طب اجيب ازاي التوث كومبلمنت اوف اني نمبر؟ ازاي؟ اجيب الاول ال 1's complement وارجع اد عليها 1. يبقى 2's complement can be obtained by adding 1 to the 1's complement. اجيب ال 1's complement وارجع ازود عليها بواحد. طب ناخد لو انا عندي مثلا 4 bits، عايز اجيب ال 2's complement لرقم زي من اليمين 0100 base 2 at binary number. المفروض ان انا بشوف الرقم ده يوصل لل 2 ازاي؟ كل digit بشوفه توصل لل 2 ازاي؟ هعمل ايه؟ اخد عدد الديجيت هنا 4، كاني عايز احسب 2 باور 4 ماينس 2. 2 باور 4 اللي هي 16 ماينس 2 اللي هي 14، يبقى الرقم هيطلع ريبريزنتد 14 بالمنظر ده من اليمين 0111 بيس 2. اكيد في طريقه ثانيه اسهل. هنشوف هنعملها ازاي. ناخد التوث كومبلمنت مثلا لرقم زي 6، ادي الباينري نمبر اوف 6، عايز اجيب لها التوث كومبلمنت، يبقى ممكن احسبها ازاي؟ اشوف الرقم ده اعمل 2 باور 4، 4 هو عدد البيتس، minus 6 هيبقى 16 minus 6 اللي هي 10، هتبقى represented من الشمال 1010 base 2. هو هنا موضح لي ازاي انا احسب التوث كومبلمنت لاي نمبر. مثلا رقم 6 انا عايز اجيب له التوث كومبلمنت، فعملنا ايه؟ عملت 2 power 4 minus 6 يعني كانها 16 minus 6. ممكن اقول ان 16 دي هي 1 plus 15 minus 6، كأنها جابت لي ايه؟ ال 15 هنا اللي هي 4 1s base 2 minus 6 واللي يطلع اعمل له 1 ازود عليه 1.
ده كأني بالظبط جبت ايه، جبت الوانس كومبلمنت وعملت عليه اد 1. يبقى اسهل طريقه ان انا اجيب بيها توث كومبلمنت ان انا احسب الوانس كومبلمنت ذن اد 1. الوانس كومبلمنت بجيبه ازاي؟ الوانس كومبلمنت الحقيقه ان انا بريبليس اتش ديجيت بالكومبلمنت بتاعها، يعني 0 1 وال 1 0، اجيب على طول الوانس كومبلمنت وارجع اد عليها 1، يبقى انا كده جبت التوث كومبلمنت. جربوها بالطريقه دي عشان تحسب التوث كومبلمنت لاي نمبر، جاست ان انت هتحسب الوانس كومبلمنت الاول. الوانس كومبلمنت تجيبه ازاي؟ اقلب 0 1 وال 1 0، بعد كده اد 1 على الرقم، هيطلع لك على طول التوث كومبلمنت وهيطلع مظبوط. يبقى لو اداني دلوقتي عايز ينفذ السبتراكشن ما بين اني تو نمبرز، مثلا تو ديسيمال نمبرز 5 ماينس 3، انا عايز اعمل السبتراكشن باستخدام التوث كومبلمنت، هكتب الباينري نمبر المقابل لل 5، الباينري نمبر المقابل لل 5 1010 بيس 2، هو بيقول لي اكتبها 4 بيتس، ماينس ال 3 هتبقى 1100 بيس 2. لو عملت الديفرنس المفروض ان انا بدل عشان اخلي الكمبيوتر ينفذ الديفرنس ده، بدل ما اعمل سبتراكشن ما بين التو نمبرز، انا هستخدم دايره سيركت بتاعت اديشن، بس هاد النيجاتيف او توث كومبلمنت اوف ذا سكند نمبر. يبقى هاخد الفيرست نمبر بلس التوث كومبلمنت اوف ذا سكند نمبر. طبعا انا لو كنت عملت سبتراكشن كده بايدي كانت هتطلع على طول 2 وهتبقى مكتوبه 0100، لكن انا عايز انفذ الكلام ده بالكمبيوتر، فهعمل ايه؟ هاخد التوث كومبلمنت اوف ذا سكند نمبر، التوث كومبلمنت اوف ذا سكند نمبر، سكند نمبر كان ايه؟ 1100، عايز اجيب له التوث كومبلمنت، اعمل ايه؟ اجيب الوانس كومبلمنت واد 1. الوانس كومبلمنت اجيبه ازاي؟ هقلب كل 1 0 و 0 1، يبقى كان التوث كومبلمنت الوانس كومبلمنت الاول بتاع 1100 هيطلع 0011 واد عليه 1، يبقى الريزلت هتطلع كام في الاخر؟ 1011. كده جبت التوث كومبلمنت لرقم 3 بالباينري. ارجع اخد الفيرست نمبر بلس التوث كومبلمنت اوف ذا سكند نمبر، هيطلع لي الفاينل ريزلت بتاعتنا. ادي الفيرست نمبر كان من اليمين 1010، السكند نمبر هجيب التوث كومبلمنت اوف ذا سكند نمبر وهعمل اديشن بدل سبتراكشن، يقوم يديني ايه؟ 1011. الفاينل ريزلت هبتدي اعمل اديشن 11 هيديني ايه؟ 031. 100 هتديني 111 هيبقى 0 كاري 1، 101 هتبقى 0 كاري 1، يبقى ال 1 الاخير هيطلع في الديجيت نمبر في بيت رقم 5. لكن انا المطلوب مني اطلع الاوتبوت في كام بيت؟ في 4 بيتس اونلي، يبقى اخر بيت دي هتبقى ايه؟ هتبقى ريجكتد، يبقى معنى كده ان الفاينل اوتبوت هيكون من اليمين 0100، يعني طلع فعلا الاوتبوت بتاعي 2. ناخد رقم تاني، مثلا بيقول لي subtract 11 minus 5. 11 minus 5 هعملها بالطريقة العادية بتاعتنا، همثل 11 الأول في 4 بيتس هتديني إيه؟ 1101 لأنها 8 و2 و1، يديني 11. minus الخمسة ممكن تتمثل في 3 بيتس 101 بيس 2، لكن هو عايز الرقم ممثل في 5 بيتس، فأنا مضطر أزود 0 على الشمال. يبقى كأن أنا هاجي الرقم الأولاني هزود له 0 على الشمال، والرقم الثاني هزود له 2 زيروز على الشمال. لو انا كنت بعمل سبتراكشن بايدي هيطلع لي الريزلت على طول 6، وال 6 ممثله في 5 بيتس، من اليمين هتبقى 01100. عايز اتاكد الرقم ده فعلا 6، هجمع ايه؟ هجمع الويتس، الويتس بتاعتنا كام؟ 2 و4 6، مظبوط، يبقى فعلا الرقم ده 6. لا ده انا عايز اعمل ايه؟ ده انا عايز اعملها باستخدام التوث كومبلمنت، يبقى انا كاني عايز اقلب السبتراكشن الى اديشن مع التوث كومبلمنت، يبقى لازم اجيب التوث كومبلمنت اوف ذا سكند نمبر. السكند نمبر هو رقم 5، يبقى عايز اجيب التوث كومبلمنت اوف 5. رقم 5 ممثل في 5 بيتس باستخدام الباينري نمبر من اليمين 10100. عشان اجيب التوث كومبلمنت بعمل ايه؟ هجيب الوانس كومبلمنت واد 1. الوانس كومبلمنت اجيبه ازاي؟ هقلب ال 10 و 01، يبقى كان انا هجيب الوانس كومبلمنت بتاع الرقم بتاعي هيطلع لي 01011 واد عليه 1، نتيجه الاديشن هتطلع لي 11011. الرقم ده جبت التوث كومبلمنت اوف ذا سكند نمبر اوف 5، طلعت لي من اليمين 11011. هاخد الرقم الاولاني اللي هو 11 وهعمله بلس التوث كومبلمنت اوف ذا سكند نمبر، نتيجه البلس هبتدي اعمل البلس هيديني هنا 110 كاري 1، 111 هيديني 1 كاري 1، 100 هيديني 1، 11 هيديني 0 كاري 1، 110
1. لكن الاوتبوت المفروض يطلع لي في كام بيت؟ 5 بيتس. يبقى اخر بيتس دي هتبقى ايه؟ ريجكتد. يبقى معنى كده ان الاوتبوت بتاعي هيكون 0100. يبقى الاوتبوت بتاعي طلع فعلا ايه؟ بوزيتيف 6. طب تعالوا نشوف بقى لو هعمل سبتراكشن لرقم وممكن الاوتبوت بتاعي يطلع بالنيجاتيف. يعني مثلا لو بقول لك سبتراكت 5 ماينس 9، ال 5 دي ممثله في 5 بيتس ازاي؟ من اليمين 10100 ماينس ال 9 اهي 10010 بيس 2. عايز اعمل سبتراكشن بالطريقه العاديه بتاعتنا، يبقى المفروض الاوتبوت هيطلع لو بالساين والماجنتيود هيطلع لي الاوتبوت ماينس 4. انا عارفه ان 5 ماينس 9 يطلع ماينس 4، يبقى احط الماينس بره وبين قوسين هكتب الباينري نمبر 4 اللي هو هيبقى عباره عن من اليمين 00100. لكن تعالى انا عايز استخدم طريقه التوث كومبلمنت في الحساب بتاعنا. هعمل ايه؟ عشان اجيب الاول التوث كومبلمنت اوف ذا سكند نمبر، then add the first number and the tooth complement of the second number. يبقى كان انا لازم اعمل ايه؟ عايز اعمل subtraction ل two numbers، عايز اعمل طرح ل two numbers. هعمل ايه؟ اخد الرقم الاولاني plus ال tooth complement of the second number. يبقى ال tooth complement الرقم الثاني هو كام؟ الرقم الثاني اللي هو 9 10010. عايز اجيب له tooth complement. اجيب ال tooth complement ازاي؟ هجيب ال ones complement و add one. ال ones complement اجيبه ازاي؟ نفتكر ال ones complement هقلب ال 0 1 وال 1 0 يبقى 0 1 1 0 1 then add 1. يبقى نتيجة الكلام ده نتيجة ال add plus هيطلع لي ال ايه؟ ال tooth complement of the number هيطلع 1 1 1 0 1. كده جبت ال tooth complement of the second number. هاخد ال first number plus ال tooth complement of the second number. يبقى انا حولت ال subtraction الى addition لل tooth complement of the second number. هنفذ ال addition، هاخد هنا 1 1 0 carry 1 1 1 0 carry 1 3 1s مع بعض هيديني 1 1 يبقى 1 carry 1 1 0 0 هيديني 1 0 1 هيديني 1. هنا خلاص مفيش extra digit، مش extra bit. تلاقي لي الرقم الديجيت البيت الاخيره طلعت ب 1 معناها ان هو نيجاتيف، يبقى انا لازم ارجع اجيب له ايه مره ثانيه؟ التوث كومبلمنت. يبقى هرجع اجيب التوث كومبلمنت اوف ذا اوتبوت عشان يبقى ايه الفاينل ريزلت او اطلع النتيجه باستخدام الساين والماجنتيود. يبقى هرجع اجيب لها التوث كومبلمنت مره ثانيه. اعمل ايه عشان اجيب التوث كومبلمنت؟ اجيب ال 1 كومبلمنت واد 1. ال 1 كومبلمنت بتاع الرقم ده اجيبه ازاي؟ هقلب 0 1 وال 1 0 يبقى 1 1 ثلاث اصفار وارجع اجمع عليها 1. يبقى كأن النتيجة في الآخر هتطلع كام؟ 0 0 1 0 0 وأزود الماينس ساين بره. يبقى الريزلت في الآخر طلعت ماينس وبين قوسين كتبت الباينري نمبر أوف ذا أوتبوت اللي هو 4 يبقى ماينس 4. يبقى الأوتبوت بتاعي نتيجة السبتراكشن ل 5 ماينس 9 طلعت فعلا من الكمبيوتر ماينس 4. تعالوا نعمل تيبل كده نشوف ازاي انا بمثل الرقم بتاعي. مثلا لو كان عندي ارقام ممثله في 4 بيتس، ارقام بالديسيمال من 1 ل 7 وعايزه امثلها في 4 بيتس، مره لو كان بوزيتيف ومره لو كان نيجاتيف. لو عايزه امثل الرقم 1 بالبوزيتيف وهمثله ازاي؟ 1 ثلاث اصفار، ده لو كان بوزيتيف 1. لكن لو كان ممثل النيجاتيف نمبر ده بالتوث كومبلمنت، يبقى كان انا عايزه اجيب ايه؟ التوث كومبلمنت. اجيبه ازاي للرقم مثلا ده؟ اجيبه ازاي؟ اجيب ال ones كومبلمنت واد 1. ال ones كومبلمنت كنت بجيبه ازاي؟ بقلب ال 1 0 0 1 يبقى 0 ثلاث وحايد وارجع اد عليها 1 فهتلاقي ان الاوتبوت بتاعي هيطلع 1 1 1 1. ال 2 هكتب ال 2 بالايه؟ في حاله البوزيتيف هتبقى 0 1 0 0. لو عايز اجيب لها التوث كومبلمنت اعمل ايه؟ اجيب الاول ال ones كومبلمنت then اد 1. ال ones كومبلمنت تطلع لي ايه؟ 1 0 1 1. ارجع اد عليها 1 هتطلع لي في الاخر 0 1 1 1 وهكذا. حاول تجرب بايدك باقي التيبل. هتقدر لو انت تعرف تكتب بسهوله البوزيتيف نمبرز هتقدر تكتب لي الكولم الاخير اللي هو اللي بيمثل لي الايه نفس الرقم بالنيجاتيف لو كان مكتوب باستخدام التوث كومبلمنت. طب تعالى نشوف كده الويتس محسوبه ازاي. لو هو الرقم طلع كده بالتوث كومبلمنت يبقى يا ترى الويتس بتاعتنا الويتس كانت معموله ازاي؟ الحقيقه ان انا عندي لو الرقم كان 4 بيتس فالويتس دي عشان تديني نفس الفاليو بتاع الرقم، يعني انا مثلا رقم واحد
مثلته بالتوست كومبلمنت باربع وحايد، فلازم الويتس بتاعته تكون مكتوبه من اليمين 1 2 4 ماينس 8، بحيث ان انا لو حطيتهم جنب بعض يديني ماينس 8 بلس 4 بلس 2 بلس 1 يديني فعلا 1. لو خدت رقم مثلا زي 3 بالنيجاتيف هي من اليمين 1 0 1 1، لو هاخد الويتس بتاعتها 1 2 4 ماينس 8 يبقى هتبقى الارقام بتاعتنا ايه؟ ماينس 8 و4 و1، يبقى الرقم فعلا هيطلع 3، وهكذا جربها كده لباقي الارقام. يبقى معنى كده ان الويتس بتاعتنا لو كان 4 بيتس هتبقى 1 2 4 وماينس 8، لو كانت 3 بيتس والارقام ممثله بالتوس كومبلمنت يبقى الويتس بتاعتنا 1 2 وماينس 4. يبقى ناخدها قاعده كده، لو انا هشوف عندي عدد الديجيتس على حسب عدد البيتس اللي موجوده قد ايه، مثلا 3 بيتس يبقى هاخد 2 بيتس منهم بالويتس العاديه والساين او البيت الاخيره هاخدها بالماينس، يبقى 1 2 ماينس 4. لو انا هعمل التوس كومبلمنت ل 4 بيتس يبقى الويتس ايه؟ 1 2 4 والبيت الاخيره على الشمال ليفت موست بيت هكتبها الويت بتاعها هيكون ماينس 8. يبقى ان جنرال لو كان الرقم بتاعي ممثل ب n بيتس يبقى الويتس بتاعتنا هتكون ايه؟ المفروض ان انا عندي عدد الديجيتس من 0 الى n ماينس 1. يبقى اول من على اليمين خالص الويتس بتاعتنا 0 2 to the power 0 2 to the power 1 لغايه 2 to the power n minus 2. اخر واحده خالص على الشمال او الليفت موست بيت المفروض انها تبقى 2 الويت بتاعها 2 to the power n minus 1 بس هديها بالماينس، يبقى الساين بيت في الاخر هديها الفاليو الويت بتاعها هيكون ايه؟ minus 2 to the power n minus 1. الليفت موست بيت هتاخد الويت minus 2 to the power n minus 1. لو قال لي مثلا باستخدام التوث كومبلمنت يقول لي الفاليو بتاع الرقم ده 1010 لو كان الرقم ده بالنيجاتيف وممثل بالتوث كومبلمنت، هنا يبقى الرقم بتاعي ايه؟ ماينس 8 بلس 2 هيديني فعلا ماينس 6. اكزامبل برضو باستخدام التوث كومبلمنت بس بطريقه سريعه شويه، انا هنا مديك مثلا الرقم ده وبقول لك ده الرقم ده ممثل بالتوث كومبلمنت يبقى الفاليو بتاعته كام؟ لو هو ده ممثل بالتوث كومبلمنت يبقى الفاليو بتاعتنا الويتس هتكون 1 2 4 ماينس 8، يبقى كان ال 1 تايمز ماينس 8 بلس 1 يبقى ماينس 8 بلس 1 هيديني ماينس 7. الرقم ده هنا بوزيتيف، الرقم ده بوزيتيف نمبر يبقى الرقم ده بيمثل لي ايه؟ 4 و 1 هتديني على طول 5. هنا في 3 بيت، 3 بيت لو الرقم ده نيجاتيف يبقى الويت بتاعتنا 1 2 ماينس 4 يبقى ماينس 4 بلس 1 هتديني ماينس 3. الرقم الاخير 110 هنا الرقم ده بوزيتيف بوزيتيف والفاليو بتاعته هتكون 1 بلس 2 اللي هي 3، يبقى الرقم ده الفاليو بتاعته 3. يبقى باستخدام التوث كومبلمنت لو انا عندي 4 بيتس اكبر رقم ممكن اجيبه كام؟ لو كان هو بوزيتيف نمبر اكبر رقم ممكن اجيبه ان الثلاثه ديجيت اللي على اليمين يكونوا كلهم 1، يبقى الماكسيمم نمبر اللي ممكن اوصل له ان الرقم يبقى بوزيتيف لان هو الساين بيت 0 يبقى الساين بيت بتقول ان هو بوزيتيف بلس 7، يبقى الماكسيمم نمبر اللي ممكن اجيبه هو بلس 7. المينيمم نمبر اللي ممكن اجيبه ان انا اخلي الساين بيت بواحد وكل الديجيتس اللي على اليمين كلهم بصفار، يبقى معنى كده ان المينيمم نمبر هيكون كام؟ ماينس 8. يبقى لو فرض ان انا الرقم ممثل في 4 بيتس باستخدام نيجاتيف اند بوزيتيف نمبرز وباستخدام التوث كومبلمنت الماكسيمم نمبر اللي ممكن اجيبه بلس 7 والمينيمم نمبر اللي ممكن اجيبه ماينس 8، يبقى ال 4 بيتس كان بي يوز تو ريبريزنت نمبرز ان توث كومبلمنت بتوين بلس 7 اند ماينس 8. لو انا عندي 3 بيتس الماكسيمم نمبر اللي اجيبه ايه؟ ان انا احط الساين بيت ب 0 والماكسيمم نمبر ان انا اخلي الديجيت اللي على اليمين كلها 1، يبقى الماكسيمم نمبر هيطلع لي كام؟ بلس 3. المينيمم نمبر كام؟ ان انا اخلي الساين بيت واللي حواليها اللي قبلها الرقم نفسه بصفار يبقى 1 0 0، يبقى هنا المينيمم نمبر يديني كام؟ ماينس 4 لان الويت بتاعه الساين ديجيت الاخيره هتبقى ماينس 4، يبقى كان انا لو عندي 3 بيتس وبمثل فيهم بوزيتيف اند نيجاتيف نمبرز فالماكسيمم نمبر اللي ممكن امثله هو بلس 3 والمينيمم نمبر اللي ممكن امثله ماينس 4. يبقى ان جنرال باستخدام التوث كومبلمنت لو عندي n بيتس represent the negative
numbers باستخدام التوث complement. الماكسيموم نمبر اللي ممكن اجيبه هو plus 2 to the power n minus 1 minus 1، بينما المينيموم هو minus، احط الماينس ساين بره، 2 to the power n minus 1، حيث n هي عدد البيتس of the number. طب كده احنا خلصنا استعراض الباينري نمبرز، وعرفنا ازاي انا ممكن اعمل اديشن، وازاي ممكن اعمل سبتراكشن، والسبتراكشن اعمله ازاي لو كان الرقم ممثل بالتوث كومبلمنت بتاعنا، وازاي اقدر اعمل عمليه السبتراكشن. دلوقتي هنتكلم عن حاجه بسيطه اللي هي الباينري لوجيك اوبريشنز. عشان اقدر ابني اي سيركت جوه الكمبيوتر فلازم استخدم بعض الجيتس، بعض اللوجيك جيتس، عشان اقدر اخد ديسيجن. اللوجيك جيتس دي بتعتمد بس على استخدام الفاليوز اللي هي الباينري نمبرز الزيرو والون. البيزك جيتس اللي موجوده عندنا هي الاند جيت، الاور جيت، والنوت جيت، وعندي كمان الاكسكلوسيف اور او الاكس اور جيت. هنشوف بس مع بعض، عايزين نشوف ازاي بتشتغل الجيتس دي. اول جيت عندنا اللي هي الاند جيت. الاند جيت بيبقى ليها تو انبوتس، لازم التو انبوتس يبقوا ترو عشان الاند جيت تطلع اوتبوت 1. اي واحد فيهم بزيرو على طول الاوتبوت هيبقى بزيرو. يبقى كان الفانكشن اوف ذا اند جيت، لو بقول ان الاوتبوت الاند جيت اسمه كيو، كيو بتمثل لي A اند B. A ده الفيرست انبوت والبي السكند انبوت، لازم الاثنين يبقوا ترو عشان اطلع الاوتبوت 1. كما لو كان بالظبط عندي سيركت الكتريكال سيركت زي اللي مرسومه عندنا في الجراف، لازم التو سويتشز A اند B يبقوا كلوزد عشان الايه الاوتبوت كيو يبقى ب 1. اي واحد فيهم هيبقى اوبن على طول الكيو هتبقى بزيرو، يعني اللامب هتبقى اوف. هناخد اكزامبل مثلا، لو انا عايزه اعمل اندنج ما بين تو نمبرز. النمبرز دي ريبريزنتد بالهكساديسيمال، الرقم الاولاني كان A 9، الرقم الثاني كان C B. انا بتكلم في الهكساديسيمال، فاكرين من المحاضره اللي فاتت الهكساديسيمال نمبر بقدر امثله ازاي؟ كام بيت؟ 4 بيتس، لان هو هنا بيس 16، فممكن امثل اي هكساديسيمال نمبر بالباينري 4 بيتس. عايزه اكتب A 9، ال A اللي هي مقابله لكام؟ ل 10، يبقى ال A همثلها ب 4 بيتس 1010 من الشمال. ال 9 امثلها 1001، هيكتبوا جنب بعض A 9. الرقم الثاني C B، اكتب C 1100، C هنا اللي هي مقابله لكام؟ 12. ال B اللي هي مقابله ل 11 هتبقى 1011، في 4 بيتس هي 8 و3 11 1011. كده كتبت التو نمبرز اللي انا عايزه ادخلهم للسيركتس بتاعتنا الاند جيت. الاند جيت بتشتغل، انا محتاجه هنا كام اند؟ محتاجه لو انا عندي 8 بيتس محتاجه 8 اند جيت. الاند جيت بتاخد ايه؟ بيت باي بيت. يبقى انا هعمل اندنج بيت باي بيت، 1 اند 1 هيدي 1، 0 اند 1 من اليمين هيدي 0، 0 0 0 اند 0 هيدي 0، 1 1 هيدي 1، 0 0 هيدي 0، 1 0 هيدي 0، 0 1 هيدي 0، 1 1 هيدي 1. الاوتبوت 1 بس لو كانت التو انبوتس بتاعها ب 1. طب بعد ما طلعت الاوتبوت عايزه اكتبه بالهكساديسيمال، اكتبه ازاي؟ هقسمهم كل 4 بيتس جنب بعض هيدوني 1 ديجيت بالايه؟ بالهكساديسيمال. من اليمين عندي 1001 دي مقابله لكام بالهكساديسيمال؟ 9، يبقى 9. اللي بعديهم 3 اصفار 1 اللي هي بتمثل لي 8، يبقى هكتب الرقم بالهكساديسيمال 98 بيس 16، ده الرقم ده من اليمين 98 بيس 16 بالهكساديسيمال. اوكي، يبقى الاند جيت بتعمل لي اندنج ما بين 2 بيتس وتطلع لي الاوتبوت 1 اونلي اف A اند B is equal to 1، لازم هما الاثنين يبقوا ب 1. اي واحد فيهم بزيرو على طول الاوتبوت من الاند هيدي 0. الجيت الثانيه اللي هناخدها هي الاور جيت. الاور جيت زي ما هي باينه في الجراف، ان عندي تو سويتشز A اند B. التو سويتشز A اند B ار كونكتد ان بارلل، تو بارلل سويتشز A اند B، وفي 1 لامب في السيركت. السيركت دي التو سويتشز لو كانوا هما الاثنين بزيرو، يعني تو سويتشز اوبن، الاوتبوت هيكون بزيرو. اي واحد فيهم يبقى كلوزد، الكيو هتبقى ب 1. يبقى لو انا عندي اور جيت ما بين تو انبوتس A وB، لو ال A و B هما الاثنين 0 الاوتبوت كيو ب 0، لكن لو اي واحد فيهم ب 1 يدي 1،
ولو هما الاثنين ب 1 برضه هيدي 1، يبقى انا عندي الكيو هي A or B. لو جربنا كده two numbers A 9 ب 16، عايز اعمل or مع C B ب 16. هكتب النمبر الاول بالباينري، مره ثانيه النمبر اللي هو A 9 هكتبه وافكه ازاي بالباينري، هاخد كل 1 ديجيت بالهكساديسيمال هقسمها الى 4 بيتس بالباينري، يبقى ال 9 هتتكتب 1001 من اليمين، ال A اللي هي 10 0101. الرقم الثاني ال سي بي بيز 16 هاخد من اليمين ال بي اللي هي بتمثل لي 11 1101، وجنبها السي اللي هي 12 0011. كتبت الرقمين، عايز اعمل اور. الاور جيت قلنا ايه؟ الاوتبوت يبقى بزيرو بس لو كانوا هما الاثنين بزيرو، اذروايز الاوتبوت بيبقى ب 1. اي واحد فيهم ب 1 او هما الاثنين ب 1 يديني 1 على طول. يبقى هبتدي اعمل 1 اور 1 الاوتبوت 1، 0 or 1 الاوتبوت 1، 0 0 الاوتبوت 0، 1 1 الاوتبوت 1، 0 0 الاوتبوت 0، 1 0 الاوتبوت 1، 0 1 الاوتبوت 1، 1 1 الاوتبوت 1. يبقى الاور جيت هتديني 1 لو اي واحد فيهم ب 1 او هما الاثنين ب 1، هتديش 0 غير لو هما الاثنين كان القيمه بتاعتهم كانوا 0. الجيت الأخيرة اللي هي النوت، النوت جيت لو دخلت لها سنجل انبوت A وعايزة الأوت بتاعي يبقى كيو، بقول بتعمل نوت A، يعني لو الA ب1 الكيو بزيرو، لو الA بزيرو الكيو ب1، يبقى هي بتعمل لي إيه؟ بتقلب الرقم، بتعمل كومبلمنت للرقم زي السويتش ده بالظبط، لو الA بزيرو الكيو ب1، لو الA ب1 الكيو بزيرو. يبقى من هنا مثلا لو إدالي رقم زي A9 وبيقول لي أعمل له إيه؟ أعمل له الإيه؟ النوت. ادي الرقم بتاعي هكتبه الاول بالباينري، ال 9 هتتمثل 1001، ال A 0101. عايز اعمل كومبلمنت هقلب كل 1 هقلبه 0. كتبت الرقم بتاعي. طب الريزلت دي عايز اكتبها بالهكساديسيمال اكتبها ازاي؟ هقسمهم كل اربعه لوحدهم، الاربعه الاولانيين 00110 دي بتمثل لي كام؟ 6. الرقم الثاني 1010 دي بتمثل لي 5، يبقى هكتب الرقم 65 بالهكساديسيمال. الجيت الأخيرة عندنا اللي هي الـ XOR gate، exclusive OR gate، Q equals A exclusive OR B. الحقيقة بتقول لي إن الـ exclusive OR دي بتعمل إيه؟ الـ Q تبقى 1 لو الـ 2 inputs بتوعها are different، لكن لو الـ 2 inputs بتوعها equal على طول الـ Q بتبقى بزيرو. الـ final result is true if the first and the second condition are different. عشان اطلع الاوتبوت بتاعي 1 لازم الاثنين يكونوا مختلفين، واحده فيهم ب 1 وواحده فيهم ب 0، لكن لو الاثنين زي بعض سواء كان 2 1 او 2 0 الاوتبوت على طول هيبقى كام؟ 0. فمثلا هنا مديني 2 نمبرز وعايز يعرف الاوتبوت بتاعهم بالاكس اور، احنا قلنا ايه؟ لازم يبقوا مختلفين عشان اطلع الاوتبوت بواحد، لكن لو الاثنين زي بعض اطلع 0، لو الاثنين مختلفين اطلع 1. يبقى انا هبتدي بيت باي بيت اعمل اكس اور. مثلا هنا الاثنين زي بعض يبقى الاوتبوت 0، لو الاثنين مختلفين هطلع الاوتبوت 1. بعد ما طلعت الفاينل اوتبوت هبتدي عايز اطلع الاوتبوت بالهكساديسيمال، اعمل ايه؟ اقسمهم كل اربعه بيتس اطلع عليهم اوتبوت، ادي 0 1 0 0 دي بتتمثل لي بالايه؟ بالهكساديسيمال رقم 2، 0 1 1 0 بتمثل لي بالهكساديسيمال رقم 6. يبقى الرقم بتاعي 6 2 بي 16 من الشمال اليمين، ليفت موست بيت 6 واللي بعديها 2. اخر حاجه عندنا هنتكلم فيها ازاي انا اعمل ريبريزنتيشن للكاركترز. انا عندي دلوقتي اتفقنا ان انا الباينري نمبرز بمثلها في مجموعه من البيتس، كل 8 بيتس بتمثلوا لي 1 بايت، فانا ممكن اعتبر ان انا الميموري لوكيشن بتاعتي مقسمه الى زي مثلا هاخد كل بايت هقول فيها ايه، فانا ممكن اقسم الكاركترز بتاعتنا بحيث اعمل ريبريزنتيشن لكل كاركتر في 1 بايت. فممكن احط كده اي كود واقول ان انا اعتبر ان كل كاركتر ممثل في 1 بايت، وافترض ان الكودز بتاعتنا مثلا بالشكل ده، ال A اديها رقم 1، ال B اديها رقم 2، ال C اديها رقم 3، ال G اديها رقم 4 وهكذا، بحيث ان انا امثل كل رقم في 1 بايت، كل كاركتر همثله في 1 بايت. فمثلا عندي الكاركتر A عايز اكتبه في 1 بايت رقم 1، هو هنا فيه 8 بيتس،
8 بيتس ممكن اقسمهم ازاي؟ كل اربعه اكتبها بالهكساديسمال مقابل ليها، يبقى ال 1 هنا هتتمثل ازاي؟ 1 و3 اصفار، وبعد كده الديجيت الثانيه هتكون كلها زيروز. فلو فرض مثلا بيقول لي عايز اكتب 3 كاركترز ورا بعض، دي اي دي دي اي دي، الدي هنا مقابل الرقم كام؟ 4. يبقى كان انا هكتب رقم 4 في البايت الاولانيه، then عايز امثل كاركتر A، يبقى همثل A رقم 1، رقم الـ بعد كده D، يبقى الثالث لوكيشن او ثالث بايت هكتب فيها رقم D، الD هنا اللي هي مقابله لكام؟ لل 4. يبقى هتبقى الكونتنتس بتاعتنا ازاي؟ تعالوا نشوف مثلا كاركتر D كتبها ازاي. الD هي بتقابل الكود اللي هو 4. 4 مكتوبه ازاي؟ انا عايز امثلها في 1 بايت، 1 بايت 1 بايت، مكتوبه بالهكساديسيمال، ادي الديجيت الاولانيه 0010 والباقيين 4 اصفار. ال A مكتوبه هنا فيها 1، يبقى هنا 1 والباقي كله اصفار. ال D الاخيره برضو 4، هتبقى ادي ال 4 اهي. لكن الكود بالصوره دي هو نان ستاندرد كود. في طريقه ستاندرد اقدر اعمل بيها ريبريزنتيشن للكاركترز اسمها اسكي كودز. اسكي كودز بتمثل كل كاركتر في 1 بايت، 1 بايت يعني 8 بت. اسكي هي اختصار كلمه او American Standard Code for Information Interchange. في حاله الاسكي كود ممكن استخدم 7 بيتس، في الحاله دي انا ممكن اعمل ريبريزنتيشن ل 2 باور 7 ديفرنت كاركترز او 128 كاركتر. ده اللي هو بسميها ستاندرد اسكي كودز، بتستخدم 7 بيتس وبالتالي تقدر تعمل ريبريزنتيشن ل 128 كاركتر. في نون ستاندرد اسكي كودز بتستخدم ال 8 بيتس كلهم، الحاله دي ممكن تديني 256 او 2 باور 8 ديفرنت كاركترز. يبقى الطريقه الاولانيه اللي انا ممكن اعمل بيها ريبريزنتيشن للكاركترز استخدم الاسكي كودز او ان انا امثل كل كاركتر في 1 بايت. في طريقه ثانيه اسمها اليوني كود، وفي الحاله دي بيستخدم 2 بايتس تو ريبريزنت ايتش كاركتر، كل كاركتر ممثل في 2 بايتس. 2 بايتس يعني 16 بيتس. يبقى معنى كده ان انا عندي كام كاركتر اقدر اعمل لهم ريبريزنتيشن؟ 2 باور 16. 2 باور 16 هي ايكوالز 2 باور 6 تايمز 2 باور 10. 2 باور 10 اللي هي بتمثل لي 1 كي، يبقى كان انا كام كاركتر ممكن امثله؟ هو 64 كي ديفرنت كاركترز، او اباوت 65,000 كاركتر ممكن ان انا اعمل له ريبريزنتيشن باستخدام اليونيكود. ده اكزامبل للتيبل دوت، موجود فيه اكزامبل للاسكي كود المقابل لديفرنت كاركترز. هنا عندي فيه من الاسكي فاليوز من اول 0 لغايه 127 بيمثل لي 128 ديفرنت كاركتر والكود المقابل له. ده جاست اكزامبل ل هاو تو ريبريزنت كاركترز يوزنج اسكي كودز. ده اكزامبل ازاي اقدر اعمل ريبريزنتيشن للكاركترز باستخدام الاسكي كود. التابل ده موجود فيه بعض الكاركترز والكود المقابل ليهم بالاسكي كود شكله ايه، ولو هكتب نفس الكود ده بالباينري هيبقى الرقم بتاعي مكتوب ازاي. مثلا كتبت الاي، الكود بتاعها بالاسكي كود هو رقم 65 بالديسيمال، 65 بالديسيمال. لو عايزه اكتبه في 8 بيتس او في 1 بايت بالباينري هيبقى الكود المقابل ليها قد ايه؟ 65 هي 64 و1، يبقى الكود بتاعنا مكتوب من اليمين 1 و5 اصفار 1 0. كاركتر زي مثلا كابيتال بي الكود بتاعه 66، هكتبه برضو بالباينري المقابل ليها، 66 هو 64 و2، يبقى هكتبه بالباينري بي 8 بيتس 01000010. نفس الكلام بالنسبه لمثلا لو خدنا سمول كاركترز زي سمول اي، الكود بتاعها 97، يبقى الكود المقابل ليها بالباينري 1 4 0110. وهكذا ادي بعض الكودز او اكزامبلز مختلفه. مثلا لو عايز اكتب كاركتر 0 الكود المقابل له بالاسكي كود هو 48، اكتب الباينري نمبر المقابل له قد ايه. فده كاكسرسايز ليك لو انا اديتك تيبل ومكتوب فيه الاسكي كود المقابل لبعض الكاركترز واقول لك ريبريزنت الكاركترز دي بكتبها بالباينري، او قول لي هي مكتوبه ازاي، او هي هاو ات از ريبريزنتد ان ذا كمبيوتر، هي في 1 بايت، فهتكتب لي الكود بتاعها بالباينري في 1 بايت. ده كاكسرسايز ممكن تجرب تملا التيبل جيفن ليك الاسكي كودز ايه هي. ودي كانت اخر حاجه عندنا في المحاضره.
محاضرة، يبقى كده احنا اتعلمنا ازاي نعمل data representation باستخدام الباينري نمبرز، وان كل الارقام ممثلة في الكمبيوتر باستخدام الباينري. ابتدينا المرة اللي فاتت اخدنا ازاي اعمل addition لتو باينري نمبرز، النهاردة اتكلمنا على السبتراكشن وازاي انا ممكن اعمل بدل subtraction اعمل addition للتو complement of the number واقدر انفذ بيه عملية الاديشن. وبعد كده برضو خدنا ايه الاسكي كودز، او ازاي اقدر امثل الكاركترز باستخدام الاسكي كودز، او in general how to represent characters in the computer. لو في حد عنده اي سؤال يتفضل. شكرا. نفتح الأسئلة لو سمحتوا. محمد إيهاب، دكتور معلش ثانية واحدة. أيوة دكتور أنا نعم. معلش والله يا دكتور متلخبط ما بين الأند والأور والنوت، معلش لو ينفع تراجعني بس تراجع عليهم بس عشان أنا يعني إيه أنا فهمت الباقي. الأند والأور والنوت دي اللي لخبطت الدنيا فيهم معايا. هنا الاند جيت، الاند جيت لو قلت له كيو ايكوالز اي اند بي، الكيو بتبقى بواحد لو الاي والبي هما الاثنين بوانز، اي واحد فيهم بزيرو تمام. الكيو هتبقى بزيرو. اوكي، هنا مثلا مديني رقمين وبيقول لي اعمل بينهم اندنج، الاندنج بنعمله بيت باي بيت، كتب لي الرقم الاول بالهكساديسيمال وقال لي حوله اعمل لي اندنج بين التو نمبرز دول. هنا مثلا مديني اي 9، هعمل ايه؟ خلينا نمسك من اليمين الاول، ال 9 ده بيتكتب بالباينري 4 بيتس 1001 كتبتها، وبعدين ال A وانا هي دكتور علي 0101. نعم؟ وانا الحاجات بس اللي هي الويت يعني اللي هي 1010 اللي هي الكود للرقم ممكن احفظها ولا ما احفظهاش؟ انت لازم تعرفها، تعرف تكتبها. انت هنا عندك الويتس ايوه ازاي؟ انا عارف، 1 لا انا و2 بس و4 و8، احفظها ولا ما يبقى عشان اكتب احفظهاش؟ التسعه هي 8 و1. لازم تكون اتمرنت في المحاضرة اللي فاتت. هنا أنا مفترض ايوه يعرف انا المحاضرة اتمرنت. دي إنك ذاكرت اللي قبلها. فلازم تعرف تكتب تمام الناين إزاي وتعرف تكتب الإيه إزاي. اوكي لازم انا عارف تذاكر الناين المحاضرتين لو بتطلع على سمحت. ايه وكده يعني يا فندم؟ ماشي يعني انا اعرف مثلا الناين بتدل على ايه والبي بتدل على ايه وكده يعني آه طبعًا لازم تعرف. الناين دي ماشي يا بتكتبها دكتور. إزاي؟ 8 و1، أدي 1 0 0 1. بتكتب كل رقم في 4 بيتس. ال A اللي هي ال 10 تتكتب ازاي؟ 8 و2 يبقى 0101. ال B اللي هي ال 11 تبقى 8 و3 تبقى 1101. ال C اللي هي 12 0011. بعد ما كتبت الارقام كلها بالباينري ابتدي اعمل اندنج بيت باي بيت. في الاندنج لازم الاثنين يبقوا في واحد عشان اطلع الاوتبوت واحد. اي واحد فيهم بزيرو معلش يبقى ادي تاني ادي 111 010 0 0 0 1 1 1 تمشي كده بيت باي بيت. لازم الاثنين اللي قدام بعض يكونوا بواحد عشان يطلع اوتبوت واحد. اي واحد فيهم زيرو هيدي لك ايه؟ زيرو. لكن الاور مش كده، الاور بتقول لي ايه؟ لو الكيو بتساوي اي اور بي، اي واحد فيهم بواحد يدي واحد، لو الاثنين بزيروز يدي زيرو. الاور اي واحد فيهم بواحد يدي واحد، ما يديش اللي زيرو لو الاثنين 53 بزيرو. فانا هكتب تاني الرقمين هنا، اي واحد فيهم بواحد او الاثنين بواحد يدي واحد، لكن اول ما تمام الاقي اثنين زيروز لازم على طول الاوتبوت يبقى ايه؟ زيرو. بزيرو خلاص. الاند بتقلب ال 1 0 و 0 1، دي ما فيهاش مشكله. ماشي يعني الان بقلبهم. الاند بتقلب ال 1 0 و 0 1 تمام خلاص. الاكس اور بقى بتقول لك ايه؟ الاكس اور لو الاثنين زي بعض الفاينل ريزلت از ترو اونلي لو الفيرست والسكند ار ديفرنت، لو الاثنين زي بعض يدي زيرو، لكن لو الاثنين متماثلين لو الاثنين زي بعض يدي زيرو، لو الاثنين مختلفين يدي واحد. يبقى اي وقت تلاقي الاثنين زي بعض تطلع اوتبوت زيرو، لكن لو الاثنين مختلفين تطلع اوتبوت واحد. زيرو ولو مختلفين يدي 1 لو الاثنين مختلفين يدي واحد. كلمة ترو يعني 1، كلمة فولس يعني زيرو.
هو بيقول لك الفاينل ريزلت ترو لو الفيرست والسكند ار ديفرنت، يعني ما تطلعش واحد غير لو الاثنين مختلفين عن بعض. يعني هي دي الاكواد اللي انا بعملها على طول، يعني مثلا اكس اور كذا ادشها كده. لا هو هيدي لك رقمين ويقول لك نفذ A X اور B. ايوه ايوه يعني رقمين يقول لك نفذ A X اور B تطلع له النتيجه بكام. تمام. وممكن يقول لك خليها بالباينري او يقول لك اكتبها لي بالهكساديسيمال، يبقى لازم ترجع تاني تاخد كل 4 بيتس وتكتب الكود بتاعهم بالهكساديسيمال على حسب المساله. طب لو اعملها احتياطي يا دكتور لو هو ما طلبليش اعملها احتياطي؟ اعملها احتياطي. طب دكتور سؤال تاني معلش والنبي. هو انا في الاخر دماغي ساحت يعني في الاخر اللي هي اس اي اس سي 11 دي امريكان ستاندرد كود دي معلش. ما حاجات دي على فكره الكود دي ما بتتحفظش، ده مجرد بس بيشرح لك الكاركترز بتتمثل ازاي في الكمبيوتر. تمام. لكن ما بنحفظش احنا الاسكي كود دي ما حدش بيحفظها. شكرا قوي يا دكتور. شكرا جدا. يوسف أسامة. دكتور عندي ثلاث أسئلة. عندي إيه؟ عندي ثلاث أسئلة. تفضل. أول سؤال، هو إحنا إمتى بنشوف الساين؟ يعني في أول المحاضرة إحنا أخدنا الزيرو والوان، الزيرو لما يبقى بوستيف والوان لما يبقى نيجاتيف، إحنا إمتى بنشوف الساين؟ المحاضرة اللي فاتت ما كناش بنشوفها. عشان المرة اللي فاتت كنت بتكلم على بوستيف نمبرز بس. دلوقتي ممكن يقول لك مثلي الأرقام الموجبة والسالبة، البوستيف والنيجاتيف نمبرز. في قلنا ثلاث طرق، يا اما تحطها ساين وماجنتيود يعني يبقى في عنده 1 ديجيت تقول له هو بوزيتيف ولا نيجاتيف والباقي البيتس تقول لك قيمه الرقم، يا اما باستخدام التوث كومبلمنت زي ما قلنا او التنس كومبلمنت. دي طرق. فانت لو هو في الكمبيوتر بيتعامل او الهاردوير سيركت بتاعتك بتتعامل مع النيجاتيف نمبرز على انها مثلا توث كومبلمنت، يبقى هي ديزاين السيركت كده. انا احنا عايزين نشرح لك او نوصل لك هو ازاي بينفذ الاوبريشن جوه الكمبيوتر. تمام. يعني انا دلوقتي لما يجي لي في الامتحان في اي رقم بشوفه بحدده مثلا في اي رقم باينري عادي هيقول لك مساله، هيقول لك الرقم ده ممثل ايه، يا اما هيقول لك الممثل ساين وماجنيتيود، يا اما هيقول لك ممثل على انه توث كومبلمنت، او هيقول لك ممثل مثلا بالتنث كومبلمنت على حسب نوع الكومبلمنت اللي هو عايزه. لو ما قالش واعتبر انها بيتس بس يبقى هي بوزيتيف نمبر بس ومش واخد في اعتباره الاشاره. تمام. لكن لو كان عايزك تاخد في اعتبارك الاشاره هيقول لك ان الكمبيوتر ده بيتعامل مع نيجاتيف نمبر باستخدام الطريقه دي. تمام يا دكتور. السؤال الثاني، هو احنا في الاند جيتس بنقف دايما عند اربع ارقام؟ يعني كل اربع ارقام يعني بيبقى واحد بيبقى سيمبل؟ لا انا مديك المساله بقول لك اجمع لي رقمين مكتوبين بالهكساديسيمال. الهكساديسيمال انت عارف الديجيت الواحده بالهكساديسيمال بتتفك الاربعه ديجيت بالباينري، فمعنى كده انا عشان اسهل كتابه المساله قلت لك اديتك الرقم بالهكساديسيمال، انت بتحول المساله من هكساديسيمال لباينري وتنفذ الاوبريشن، لان هي اكتشوالي بتتنفذ في الكمبيوتر بالباينري. بس انا مش كتبت الرقم بدل ما اقعد اكتب 8 بيتس كتبتها لك في 2 ديجيت بس بالهكساديسيمال. انت عشان تحل المساله بتكتب كل ديجيت بتفكها للباينري المقابل ليها وتحط الايه اربعه جنب بعض، يبقى كده بقى عندك 8 بيتس، تبتدي تعمل بيت باي بيت تعمل لهم اندنج. تمام. أو أور زي ما هي. تمام. احنا بقى بنستخدم ليه الاند والاور والنوت والاكسور؟ كل السيركت اللي موجوده جوه الكمبيوتر في الهاردوير، يعني الناس اللي ان شاء الله هتدخل بعد كده قسم كمبيوتر او هتدخل على الكهرباء او هيبتدوا ياخدوا الكمبيوتر اركتكتشر هيتعلموا ازاي يبنوا سيركتس جوه الكمبيوتر. اقل جيت موجوده عندي يعني اصغر جيت اللي انا ممكن ابني بيها سيركتس كبيره اللي هي الاند والاور والنوت. في بعد كده ممكن استخدم كمان الاكس اور، في حاجه اسمها اكس نور وهكذا. دي السيركتس اللي انا او الجيتس اللي انا اقدر ابني بيها سيركتس اكبر بحيث اقدر ابني الايه في الاخر خالص انا بكون الارثمتيك اند لوجيكال يونت، يعني هي كلها في الاخر مجموعه من الجيتس كونكتد مع بعض. فاحنا بنشرح لك بس كفكره الجيتس دي بتشتغل ازاي، لكن اللي هياخد بعد كده كمبيوتر اركتكتشر او اللي هيدخل كهرباء وياخد كمبيوتر اركتكتشر هيعرف بعد كده ازاي يستخدم الجيتس الصغيره دي عشان يبني سيركتس اكبر ويبتدي ينفذ لي اوبريشن اكبر. يعني دلوقتي تمام في الامتحان هيقول لي مثلا احسب دي بالاند جيت، احسب دي بالاور جيت، احسب دي بالنوت جيت كده، هيديك رقم مثلا ممثل بالهكساديسيمال ويقول لي نفذ لي الايه الاكس اور اوبريشن على التو نمبرز دولت. انت الاول هتفك الرقم اللي بالهكساديسيمال تكتبه بالباينري، يبقى كتبت بيتس جنب بعض وتبتدي بيت باي بيت تنفذ بقى اند تنفذ اور زي ما موجود في الامتحان. لازم تعملوا حسابكم ان في كويز ان شاء الله
في اخر الاسبوع الجاي، في اخر الاسبوع الخامس يوم الخميس، في ان شاء الله كويز هيدخل فيه محاضره الهاردوير اللي خدتوها مع دكتور هشام، والمحاضره بتاعه المره اللي فاتت بتاعتنا، والمحاضره بتاعه النهارده، يعني ثلاث محاضرات هيجي فيهم كويز يوم الخميس ان شاء الله في اخر الاسبوع الجاي باذن الله. بعد ميعاد المحاضره هيتحدد لكم ميعاد، هيكون فيه كويز اونلاين. يعني هيبقى الاسبوع ده، لا اللي بعده، اه ان شاء الله. تمام، شكرا دكتور. اخر الاسبوع الخامس هتاخدوا كويز اونلاين، ودكتور هشام هيقول لكم بالظبط التفاصيل والساعه اللي هتقدموا فيها، هيبقى اونلاين كويز. تمام، شكرا. يوسف هريدي. السلام عليكم. لو سمحت يا دكتور انا عندي سؤال بس بسيط. هو بالنسبه للي هو حضرتك قلتي ان احنا بنحول هيكساديسيمال لباينري علشان خاطر ان نعمل اند واور وكده، انا يعني ما حفظتش طريقه النقل النديل دي، هي في طريقه معينه اقدر احول بيها الهيكساديسيمال للباينري ولا تحفظ الجدول اللي انت احنا خدناه المحاضره اللي فاتت، او مش تحفظه يعني اكتبه بايدك هتقدر في الاخر تعرف. لازم تعرف لما اقول لك ايه تعرف الكود المقابل ليها كام، لما اقول لك بي تعرف الكود المقابل ليها ايه، لما اقول لك اي تعرف الكود المقابل ليها ايه، لازم تعرفه. لازم المحاضره بتاعت المره اللي فاتت دي اساسيه، لازم تعرفها الاول. يعني مفيش طريقه اقدر يعني من حفظ الجدول ولا ده لازم تحفظ الجدول؟ طريقه كتابه الهكساديسيمال نمبرز ازاي تكتبها بالباينري دي حاجه اساسيه لازم تعرفها من محاضره المره اللي فاتت، لازم ترجع وتكتبها بايدك لغايه مره في مره هتلاقي نفسك كتبتها لوحدك. هي مش صعبه انك تعرف تكتبها، بحيث ان انت لما تجيلك مساله بعد كده تنفذ فيها اوبريشن جيت اند جيت اور جيت اكس اور، لازم مش هقول لك الاول انت ما تعرفش تكتب بالباينري، والا يبقى انت كده المساله كلها غلط، انك لو مثلتها غلط اصلا بالباينري في المساله كلها غلط، هي كده انت عملت حاجتين. يعني بدل ما اديلك مساله الاول تمثل بس هكساديسيمال، انا النهارده اديتك مساله فيها تو اوبريشن، انك تعرف تكتبها هكساديسيمال تحولها لباينري وبعد كده تنفذ اوبريشن على الباينري، فانا اديتك سؤالين في سؤال واحد. واضح يا يوسف؟ فلازم وضح. تعرف الاول محاضره المره اللي فاتت تعرف تشتغل فيها كويس ان شاء الله. طب حضرتك يعني انا عايز افهم مثل اللي هو معنى الكاركتر، يعني الكاركتر ده بيمثل ايه بالظبط في الكمبيوتر؟ يعني مثلا انت على الكيبورد بتاعتك لو دوست على حرف ايه، على كاركتر ايه، بيتخزن في الكمبيوتر ازاي؟ بيتخزن في 1 بايت مكتوب بكود اسمه اسكي كود، ده اكزامبل بس لشكل الكود اللي مكتوب شكله ايه، لكن ما حدش بيحفظ الاسكي كودز دي. تمام، شكرا دكتور. يوسف ماشي، سؤال كومبلمنت معناها ايه بالظبط يعني في الكمبيوتر نفسه غير الحسابات وكده؟ كلمه كومبلمنت اللي هو ايه اللي بيكمله او المقلوب، يعني مثلا لما اقول لك التوث كومبلمنت يعني انا عايزه اوصل الرقم للاثنين اعمله ازاي، التنث كومبلمنت عايزه اوصل الرقم للعشره اوصله ازاي؟ ازاي زياد؟ دكتور لو سمحتي انا مش فاهم الـ representing data. مش فاهم؟ مش فاهمها. لا اي جي معلش لو حضرتك ممكن تهديها بسرعه بس. اي جي معلش تاني قولها تاني. الـ representing data بتاعت المره اللي فاتت؟ لا اللي خدناها في اخر المحاضره دلوقتي. عارف رقم سلايد؟ هو اللي هو من اول ما قلنا ان كل كاركتر بيمثل حاجه معينه، الاي مثلا والبي والسي والدي، هو الكاركترز يعني. اه الكاركتر احنا بس عايزين نفهمك ان كل كاركتر في الكمبيوتر بيبقى له كود معين، فهو بيستخدم كود اسمه اسكي كود، محدش بيحفظ الكلام ده. الاسكي كود ده مثلا ممكن يمثل لي في 7 بيتس الارقام، كل الكاركترز بتاعتهم يجي كود منهم، فقال لك لو 7 بيت انا ممكن امثل الارقام من اول 0 لغايه 127 يعني 128 كاركتر. ومديني هنا اكزامبل مثلا ان كاركتر A لو كتب الكود بتاعه بالاسكي كود هيكتب رقم 65. طب يا ترى الكود ده بيتكتب ازاي في الباينري؟ يعني انت لما بتعمل كليك على كاركتر A في الكيبورد الكود ده هو اللي بيتكتب او بيتخزن جوه 1 بايت في الكمبيوتر، الكود ده هو رقم 65. لو انا بقول لك اكتب لي 65 في 8 بيت هتكتبها ازاي؟ تعال نشوف الويتس بتاعت الباينري، 1 2 4 8 16 32 64 128، يبقى ال 65 هي كام؟ هي 64 و1، فحطيت 1 في الديجيت الاولانيه وحطيت 1 مكان الويت اللي هو 64 وهكذا. تمام يا دكتور. كده؟ تمام شكرا. احمد عبد الفتاح. احمد عبد الفتاح. ايوه دكتور. ايوه. كنت عايز اقول لحضرتك بس يعني هو ما فيش طريقه شرح غير دي؟
في الحاجات اللي فيها مسائل ما ينفعش ان انا كل مسألة حد يسأل لازم نسأل نشرح كل حاجة وبعد كده اللي عايز سؤال نقدر نعيد تاني اللي هو عايزه، لكن طالما مسائل ورا بعض لازم تركز وتفهم الموضوع كله على بعض. وعلى العموم هو ده المحاضرتين دول هما بس اللي فيهم كان مسائل. ابتداء بقى من المرة الجاية هترجع تاني لايه الحاجات النظر، هتلاقي المرة الجاية فيه حاجات نظر شوية في النتوركس، اللي بعديها هتبتدي تاخد فلو تشارت، هنا بقى هتاخد اكزامبلز وانت تحاول تحل بقى انت تالف بروجرام او تالف فلو تشارت او كده. لكن الحاجات اللي فيها ارقام هما بس المحاضرتين دول بتاعت المرة اللي فاتت والمرة دي. يعني المحاضرات الجاية نقدر نسأل عادي؟ المحاضرات الجاية هيكون فيه نظري، هيبقى يعني يمكن طريقة تانية مختلفة شوية في الشرح. روان دكتور، هو احنا ليه بنبدأ ب 64 في الحروف اللي هي كانت في الصفحة الأخيرة دي اللي هي في حرف الـ A وكده؟ لا هو واخد الكودز كده، هو الاسكي كود دي حاجة ستاندرد، حاجة امريكان كده ستاندرد كودز، هو واخد الكود بتاعه كده، ما اقدرش اقول ليه هو عاملها كده. يعني انا لو حبيت اكتبها ممكن بس حضرتك تقوليها تاني ازاي؟ يعني هو هيجي يسألني فيها ازاي مثلا؟ لا في الاسكي كود دي مش هتتسألي في الاسكي كود، ما تخافيش الا لو قالك. طب هو انا لو عايز تمام، لكن هو مش هيقول اكتبي الكود بالاسكي. لو انا عايزه احل حاجه على اللي حضرتك بتقولي ده، افتحي في ريفرنس عندكم في الـ في ال ام اس، انتوا هتلاقوا البي دي اف بتاع المحاضره وهتلاقوا فيه ريفرنس موجود فيه تشابترز متقسمه زي الكلام بتاعنا بالظبط. يعني مثلا تشابتر 1 كان فيه انترودكشن للهاردوير كمبيوتر هاردوير اللي خدتوها مع دكتور هشام، هتلاقوها موجوده في شابتر بالتفصيل، احنا طبعا واخدين جزء منه بس في السلايدز. المحاضره بتاعتنا اللي هي المحاضره الثانيه والثالثه في شابتر 2 مكتوب بالتفصيل برضو، فيها هتلاقوا فيها سولفت اكزامبلز، هتلاقوا فيها اسئله زياده للي عايز يقرا اكتر من كده، لكن از مينيمم لازم تبقى عارف اللي موجود في المحاضره بتاعتك في السلايدز، وبينزل لك البي دي اف بتاع المحاضره موجود، وهنزل لك الفايل اللي فيه التسجيل بتاعنا موجود برضو على الجروب بتاعتك. لكن لو عايز تحل اكسترا كويستشنز ارجع للريفرنس هتلاقي فيها مسائل محلوله وامثله. يحيى؟ ايوه دكتور. ايوه هو انا فهمت الاند والاور بس مش فاهم النوت، فممكن حاجه تعيدها تاني؟ النوت مجرد ان هو عايز يعمل ايه، عايز يقلب الرقم. لما بقول له الكيو ايكوالز نوت ايه يعني كيو عكس الايه على طول، لو لقاها 1 يديها 0، لو لقاها 0 يديها 1. فلو افترضت ان دخل لي رقم مثلا هنا A9، رحت كاتبه الرقم الاول بالايه بالباينري، ال9 مكتوبه ازاي 1001، الاي اللي هي ال10 0101، بيقول لي اعمل ايه، احسب لي الكيو، اعمل ايه، اقلب كل 1 0 و0 1، افضل اقلب بيت باي بيت. بعد ما انا قلبتهم كلهم ارجع اخد كل 4 بيتس مكتوبه بالباينري واكتب الكود اللي مقابل ليهم بالهكساديسيمال، يبقى 0110 مقابله الرقم 6. عرفت ازاي انها 6؟ الويتس في الباينري ايه 1 و2 و4 و8، يبقى هنا ال2 1s دول عند ال2 وال4 اللي هم ال6، الخمسه اللي هي 1010 اللي هي مقابله الايه لل1 بلس 4 يبقى 5، يبقى ادي ال5، واطلع له النتيجه بالايه بالهكساديسيمال. تمام شكرا يا دكتور. دكتور معلش، واحنا كده وصلنا لشابتر كام؟ احنا كده خدنا شابتر 2، 2 شابترز، شابتر 1 كان موجود فيه بس انترودكشن للهاردوير، شابتر 2 على محاضرتين، على محاضرتين. تمام يعني احنا كده خلصنا شابتر 2. ان شاء الله. تمام شكرا. سعيد أو دكتور. دكتور دلوقتي لما واحد ما بيفهمش حاجه في النص ما بيعرفش يسال عليها في ساعتها مع كل اللي بعده كده بيطير منه، معلش يبقى اكتب رقم الصفحه اللي انت عايز تسال فيها وانا هعيدها لك تاني واشرحها لك تاني. ماشي، ما هو المشكله في كده ان انا بفضل مركز في الحته اللي انا مش فاهمها فاللي بعده ما بفهموش. قول لي ايه اللي انت مش فاهمه وانا هعيده لك تاني. من اولها المسائل اللي من النوع ده ملهاش حل غير انك لازم تشرحها بالطريقه دي، انك تشرحها ورا بعض، ما ينفعش كل سلايد تقف، ما ينفعش. طيب واعتقد ان هو مش صعب انك تعرف تنفذ عمليه السبتراكشن، ده مش صعب اعتقد، يعني انتوا بتاخدوا حاجات في الرياضه اصعب من كده. طب ممكن اذاكر منين؟ طيب
انا بقول لك يا ابني هتذاكر من السلايدز وهتفتح الريفرنس بتاعتك في على ال ام اس في بي دي اف مشروح فيها الشابتر ده تاني ان ديتيلز مع سولفد اكزامبلز موجود. تمام ما شاء الله. لو قريت السلايدز تاني وهتسمع تاني التسجيل بتاعها هينزل لك دلوقتي الفيديو بتاعه من ال يعني حاول تشغله تاني بالراحه كده سلايد سلايد هتفهم ان شاء الله. حاضر جاي لفه. احمد محمد ياسمين لو سمحت يا دكتور انا كان عندي سؤال في الباينري اديشن المحاضره اللي فاتت. هو كنا ليه بنعمل كاري 1 لما مثلا يبقى 1 بلس 1 مش كنا نكتبها 1 0 1 عادي 1 بلس 1 كام 1 بلس 1 كام 2 2 ما تتكتبش في 1 بيت بالباينري لكن تتكتب ازاي 0 1 لازم تاخد 2 بيتس 0 1 فلازم احط الزيرو واشيل ال1 ده للديجيت اللي بعديه لانه 1 1 ما ينفعش النتيجه بتاعتهم 2 رقم 2 ما يتكتبش في 1 بيت بالباينري ال1 بيت ما تشيلش غير يا 0 يا 1 لكن رقم 2 محتاج 2 بيتس 0 1 مش انت عارفه الويتس في الباينري 1 2 4 8 يبقى انت عشان تمثلي رقم 2 هتكتبيها 0 1 فبتنزلي الزيرو وال1 ده بيبقى كاري للبيت اللي بعديه. تمام يا دكتور شكرا جدا. انا مش عارفه هل انتوا قريتوا المحاضره اللي فاتت ولا ما قريتوهاش؟ اعتقد ان في ناس كتير ما حاولوش يقروها. لا انا قريتها بس كان بس مش فاهمه الكاري شويه. لازم تقريها وتحلي المسائل اللي جواها وحاولي لو عندك وقت حاولي تبصي في الريفرنس شوفي حتى السولفد اكزامبلز حاولي تحليها انت تاني لوحدك علشان الكويز قبل الكويز لازم تعرفوا تحلوا الكلام ده كويس. تمام دكتور لو سمحت. على سؤال بس مش فاهم الباينري اديشن والهكساديسمال اديشن انا استاذن حضرتك بس لو تعيديهم بسرعه بس كده المحاضره اللي فاتت. ايوه مظبوط اللي كانت في الاواخر شويه بتاعه المحاضره اللي فاتت. ناخد دي مثلا دي باينري اديشن شايف يا باشمهندس ماشي هنا عايز يعمل اديشن لرقمين 7 بلس 6 هكتب ال7 الاول في 3 بيتس هكتبها 3 ones هكتب ال6 في 3 بيتس هي 1 1 0 عايز اعمل الاديشن هعملها ازاي هقول له 1 بلس 0 1 1 بلس 1 ابقى عارفه في دماغي انها رقمتها 2 2 دي مكتوبه بالديسيمال انا عايز اكتبها بالباينري ما ينفعش اكتبها في 1 بيت لازم اكتبها في 2 بيتس بتكتب ازاي في 2 بيتس 0 1 ادي 0 اهو هنزله ويبقى معايا كاري 1 1 بلس 1 بلس 1 ادي ايه 3 يبقى دي 3 بالديسيمال لكن بالباينري تكتب ازاي 1 1 ادي 1 1 تتنقل للبيت اللي بعديها هتنزلها كاوت يبقى النتيجه بتاعتي هي 1 0 1 1 عايز اعرف المقابل للرقم ده كام بالباينري او الويتس بتاعته ايه ادي 1 2 4 8 يبقى ده عباره عن هنا 8 و4 12 و1 13 يبقى الرقم بتاعي فعلا 13 اللي هو 7 و6 افرض عايز تاخد مساله بالهكساديسيمال حضرتك طب ممكن اعمل عمليه ثانيه يعني مثلا اجمعها بالديسيمال عادي وبعد ما اجمعها 7 زائد 6 اللي هي 13 تمام احولها بقى بعد كده للباينري ولا الطريقه دي بلاش كل الاوبريشن بالباينري لازم تنفذ الاوبريشن بالباينري ده السطر ده الانترميديت ده عشان بس تبقى فاهم ايه اللي حصل بص المساله دي بالهكساديسيمال مديني رقم من اليمين A 8 5 بلس 9 4 B عايز اعمل لهم اديشن بالهكساديسيمال اعمل ايه الاي دي ب 10 10 و9 انا في دماغي عارفه انها 19 بالديسيمال لكن انا عايز اكتبها بالهكساديسيمال افكر كده 19 دي جت منين جت من 16 زائد 3 يبقى لما اكتبها بالهكساديسيمال اكتبها 3 1 بالهكساديسيمال لكن انا ما عنديش برضو غير ديجيت واحده يبقى هكتب الثلاثه والواحد ده يطلع ايه كاري 1 و8 9 و4 13 بالديسيمال 13 بالديسيمال انا عندي الارقام في الديسيم في الهكساديسيمال ممكن تشيل من 0 لغايه 15 ورقم 13 ده مقابل لكود اسمه دي يبقى هطلع دي في الاوت
بعد كده 5 وبي البي 11 5 و11 16 16 دي بالديسيمال لكن بالهكساديسيمال ما اقدرش اكتبها في 1 ديجيت بالهكساديسيمال امال تكتب ايه في 2 ديجيت 2 ديجيت عباره عن ايه 0 1 ليه لان الويتس في بيس 16 هي 16 اس 0 16 اس 1 يبقى هنا البيز الويت بتاعتنا 1 و16 يبقى كان 16 دي اكتبها 0 1 ادي 0 1 يبقى الريزلت 3 دي 0 1 تمام كده احسن تمام كده احسن شكرا يا دكتور في اي اسئله ثانيه تلوباتي ايوه بس هو ما بسالش ايوه ايوه دلوقتي انا لما احب احول رقم من ديسيمال لهكسا ديسيمال كنت بقسم على 16 بحول هكساديسيمال بقسم على 16 ماشي لو في لو ما فيش فراكشن بحط زيرو طب لو في بقى يعني اعمل بقسم على 16 بيطلع لك رقم صحيح وكسر ايوه يجي لك رقم صحيح والريميندر الريميندر ده بتاخده الاوفر فلو ولا انت هتاخد الريميندر ولا هتاخده من ضمن البيتس بتاعت الرقم ايوه انا فاهم يعني انا الرقم الصحيح بتاعي بقسمه تاني على 16 بعد ماشي. كده لو في حاجه باقي كسور بحط رقم الرقم ده بحطه على اساس ايه البسط بتاع الرقم هو ده الريميندر البسط بتاع الرقم انت الرقم بيطلع لك ميكسد نمبر بتاخد الرقم اللي هو الصحيح الانتجر هو اللي ترجع تقسمه والكاس بتاعك فيه نومريتور ودينومريتور فيه بسط ومقام النومريتور اللي هو البسط هو اللي بتاخده على انه ريميندر طب ممكن نشوف مساله طبعا عشان مش فاهم الكلام ده بتاع المره اللي فاتت ايوه ما انا عارف معلش مثلا هنا في المسألة دي كنت عايزة أحول من الديسيمال لبيس 16 فبكرر عملية الاسم على 16 في كل مرة بيطلع لي رقم صحيح وكسر الكسر باخد البسط بتاعه وهو ده الريميندر مثلا لو بقسم 30 على 16 هيطلع لي كام لو حسبتها بالكالكوليتر هتطلع لك 1 و14 على 16 في ناس قالوا لي لا دي بتطلع 1 و7 على 8 لازم الدينومينيتور يكون نفس الرقم اللي هو 16 هتكتبها 1 و14 على 16 بتكتب الواحد وتقول لي ريميندر 14 بس 14 ده مقابل الكود بتاع ايه الاي ارجع اخد الواحد واقسمه تاني على 16 وهكذا تمام شكرا يا دكتور احمد احمد محمد انا فاتحه له بس برضه ما فتحش المايك في حد عنده اي اسئله تانية؟ في حد عنده اي اسئله طب هناخد الاتندنس وفكروا تاني لو في حد عنده اي اسئله في حد عنده اي اسئله حد عايز يرفع ايده حد عنده اي اسئله حد عنده اي اسئله دكتور وحضرتك الكويز بيبقى عليه درجات من ال100 درجه الكليه بتاعت الماده طبعا ولا ده بيبقى اختبار يعني لينا لا الكويز ده من درجه اعمال السنه انت لو شفت اول ليكتشر اخدتوها دكتور محمد طاهر كان اداها لكم يديكوا تقسيمه الدرجات انت هتاخد المفروض 2 او 3 كويزز على حسب الوقت خدوا بالكم ان ال100 ترم متقدم وبقى في ال7 ويك رقم 7 بعد ما كان في الويك 8 بقى في الويك 7 فلازم تذاكر كويس الكويس دوت هيبقى تريننج ليك انك تذاكر تمام شكرا دو. في حد تاني عنده أسئلة في حد عنده أي أسئلة خلاص كده طيب كده يبقى خلاص المحاضرة خلصت تقدروا تتفضلوا